هل نظام المعادلات الخطية أدناه تعتبر مستقلة أم غير مستقلة؟ لدينا معادلتين هنا. قبل أن أبدأ بمعالجة هذه المشكلة بالتحديد، دعونا نجري قليل من المراجعة. ماذا يعني مستقل أو غير مستقل؟ في الحقيقة سأقوم بمقارنة ذلك مع متجانسة وغير متجانسة. لذلك فقط لنبدأ مع ذلك، إذا نحن نتعامل مع نظام معادلات خطية ذات بعدين. هناك فقط ثلاثة احتمالات أن هذا الخط أو هذه المعادلة يمكن أن يكون لها صلة مع بعضها البعض، لذلك اسمحوا لي أن أرسم كل من هذه الثلاث احتمالات. دعوني أرسم الثلاثة إحداثيات. هذا المحور الأول، هذا محور X، وهذا محور Y. إذا X و Y، دعوني أرسم واحدا آخر، وهذا X وهذا Y وواحدا آخر، لأن هناك ثلاثة احتمالات لذات البعدين X و Y. إذا كنا نتعامل مع معادلات خطية X و Y، لذا يمكنك أن تجد الوضعية التي يمكن الخط أن يتقاطع أو الخطان يتقاطعا عند نقطة واحدة. لذا يمكن أن يكون لدينا خط كهذا، وربما أن الخط الآخر أن يأتي بهذا الشكل ويتقاطعا في نقطة واحدة. يمكنك أن تجد الوضعية التي يكون بها الخطين متوازيين، لذا يمكنك أن تتخيل الوضعية. في الواقع دعوني أقوم برسمه هنا. لديك خط يتجه بهذا الشكل، والخط الآخر لديه نفس الميل ولكنه مزاح ليكون له تقاطع واي مختلف، لذا يمكن له أن يبدو بهذا الشكل دون أن يكون له نقاط تقاطع مع الخط الآخر. ولذا يمكنك أن تتخيل الوضع حيث سيكون الخط نفسه في الواقع. إذا سيكون للخطين الميل نفسه وسيكون لهما نفس تقاطع واي. إذا في الحقيقة الخطين سوف يتقاطعا مع بعضهما بعدد لا نهائي من النقاط. كل نقطة على أي واحد من هذان الخطان ستكون نفس النقطة على الخط الآخر. لذا دعوني أن أعطي لكم بعض من المصطلحات هنا. لقد تعلمنا هذا في العرض الأخير، هذا النوع من النظام حيث لا يوجد نقاط تقاطع، حيث لا يكون هناك حلول. هذا النظام غير متجانس، inconsistent. وحسب التعريف، أو أعتقد أنه يمكنني أن آخذ عكس الغير متجانس هنا، وهو متجانس. إذن سيكون هذين متجانسين، consistent. ومع النظام المتجانس فنحن نرى أنه يوجد اختلاف، فهنا يوجد حل واحد، هذان خطان مختلفان ويتقاطعا في مكان واحد، ولكن هنا هو نفس الخط بالضبط ويتقاطعا في كل نقطة. ولذا فإننا نفرق بين هذه السيناريوهات عن طريق تسمية هذا المستقل independent، وهذا الموجود هنا بالغير مستقل dependent. إذا هذان الخطين هنا مستقلين، حيث أن كل واحد منهما له مساره الخاص ولا يعتمد على الآخر، وأنهما ليسا نفس الخط ولكنهما يتقاطعا في نفس المكان أو نفس النقطة. الغير مستقل هنا كما نرى أنهما نفس الخط بالضبط، كل واحد منهما يحقق الآخر، كل نقطة على هذا الخط تحقق المعادلة، سوف تحقق أيضا المعادلة الأخرى. دعونا نرى إذا كان هذا النظام من المعادلات الخطية الموجودة هنا مستقل أم غير مستقل. هذا النوع يجعلنا نفترض أن هذا سيكون متجانس،
إذا كان يتقاطع في مكان واحد أو أنه يتقاطع في عدد لا نهائي من الأماكن. والطريقة الأسهل لفعل ذلك لدينا بالفعل هذه المعادلة الثانية هنا، وهي أيضا موجودة بصيغة تقاطع الميل. نحن نعلم أن الميل هو سالب 2 وتقاطع y يساوي 8. دعونا نضع هذه المعادلة الأولى على صيغة معادلة تقاطع الميل ونرى إذا كان لها ميل مختلف أو تقاطع مختلف، أو لربما أنهما نفس الخط. إذن لدينا 4x زائد 2y يساوي 16. يمكننا أن نطرح 4x من طرفي المعادلة، وما نريده هنا هو عزل الواي من الجهة اليسرى، لذا دعونا أن نطرح 4x من كلا الطرفين، ويبقى لدينا في الطرف الأيسر 2y، وفي الطرف الأيمن لدينا 16 ناقص 4x أو ناقص 4x زائد 16. كتبنا سالب 4x أمام 16 ليصبح لدينا صيغة تقاطع الميل التقليدية. والآن يمكننا أن نقسم كلا الطرفين على 2 لأستطيع عزل y على الجانب الأيسر، ونحصل على نقسم كلا الطرفين على 2 y تساوي سالب 4 مقسومة على 2 تساوي سالب 2x زائد 16 مقسومة على 2 زائد 8. إذن كل ما قمنا بفعله هو التلاعب جبريا في هذه المعادلة الموجودة في الآلة. وعندما أفعل هذا، أي عندما أقوم بحل كل شيء ضروري لواي، أحصل على هذه الموجودة هنا، وهي نفس الشيء بالضبط، نفس المعادلة الثانية بالضبط. لدينا الميل هنا سالب 2، ولدينا نفس الميل هنا. تقاطع y هو 8 وهو 8 هنا أيضا. وحتى نقوم برسم هاتين المعادلتين، هذا هو محور x وهذا محور y، وكل منهما له نفس تقاطع y وهو 8، ولديهما نفس الميل وهو سالب 2. إذن سيبدوان بهذا الشكل. أنا أقوم برسم تقريبي ولكنهما سيبدوان من هكذا بعض الشيء. إذن يمكن أن يكون هذا الرسم لهذه المعادلة، وهي المعادلة الأولى. والمعادلة الثانية سيبدو لها نفس الرسم بالضبط، إذن سيكون لها نفس تقاطع y ونفس الميل. إذن أصبح واضحا أن هذان الخطين غير مستقلين dependent، وهناك عدد لا نهائي من النقاط المشتركة بينهما لأنهما في الواقع نفس الخط. وانتهينا.